والله يا ابو عايد، اي والله ابو عايد يقول قاعد، يقول شلون قاعدين كذي؟ قوموا قوموا خلنا اوديكم مغاره. شلون مغاره ولا كهف؟ حبيبي مو مغاره، ها رحله انجليزيه. لا لا مو جاي، ها اعطني رحله. شنو رحله شنو؟ احنا رايحين رحله انجليزيه، اللي بنقعد قاعد انجليزيه، هذول اللي يصفطون رجلينهم وياكلون. يلا شوكه، يلا خلينا نجرب، خلينا نجرب. شوف محمد منبطل كوجه كوجه. طبعا الكوجة انواع، يعني في كوجة حمراء بشر، اوه في كوجة برتقالية، في كوجة خضراء. خذوا الكويت، ايه رحت حق المحطة وقلت ابي اشتغل معاك متطوع. متطوع؟ متطوع، ما انا مو موظف. دشيت عندهم، كان اعتقد صار وزير هذا، من صار وكيل وزارة، بعدين صار وزير الجسار، ورجل ذرب مؤدب محترم. اشتغلت يمكن حول اسبوع، كان يفجرون المحطه، طلعونا برا. كان عندنا واحد اسمراني، دوحه الدوحه مال التحليل، دوحه دوحه الدوحه. وشنو كان دورك؟ انا فني لحيم. انا اوه اي انا فني مسؤول لا 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 انا فني لحيم عادي. كان يفجرون المحطه، والله اني اذكرهم الشيبان قاعدين يبكون، الموظفين. اي والله قاعدين يبكون العراقيين. الدوحة تفجر أبو عايل ولا فجروا بس التربينات؟ لا اللي في بعد التحرير أروح موظف في محطة الدوحة. حلو. والعصر أصعد التنكر ووزع مي على الجيران والناس. من هذا كان السوريين يستخدمون التناكر الدرب الواحد بعشر دنانير، أو ترسة التانك بعشر دنانير. حلو. أنا مجان البلاش حق الناس، والبنزين وسعر الماي، ولا الماي مجاني؟ مجانا. المهم طال عمرك كان يقول لي مدير المحطه، والله لا وظفك. انا الحين عندي كنت الدرجه السابعه وثلاث علاوات. ايه شهادتي اللي تخرجت فيها السابعه وثلاث علاوات، كان يوظفني ويسوي الاستثنائي ويعطوني الدرجه السادسه ويخليني رئيس قسم اللحيم. اوه قلت لك ايوه اكيد فيها قصص. لا محمد، الميزه يوم دشيت الجيش واحد قال له ضابط، قال له مرضي صباع حلفة خميس، صار امر المدرسه. أه. كان وقتها نقيب، كان يناديني انا قرار، وهو مسؤول شو اسمه السريه مالتي، كان يناديني، كان تعال انت ممكن توزع ماي بلاش على الناس. الله قلتي انا كنت صبيت لي ماي، تعال اي شيء تبي انا حاضر. أوه. والله العظيم هذا اول يوم لك هذا اول ما دشيت كان يصير امر الكتيبه، يصير رفيقتي انا. الله. والله العظيم ولله الحمد، والله يوفقنا وتخرج حتى بالتخريج، ترى انا اللي اصور التخريج. ليش؟ لان ما حد يعرف يصور كاميرا، احنا عندنا بيتنا كاميرا تفيد من قبل الغزو. فعاد انا اللي اصور التصوير. يا جماعة طعوين جايبنا أبو عايد، قالوا أهم شيء جيبوا جاكيتاتكم. يا جماعة درجة الحرارة الحين يعني 30 19 30، وين الوضع؟ قال الوضع هناك مغارة، أدري كيف بس ده الدرجة يعني أبو عايد يقول شوف والله العظيم ترى قاعد يجي، ما تدري إذا واضح الدخان. هذا الدخان عرفت لي كأنك توك فاتح فريزر. اوف 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 هذا الليت معاك ابو عايد؟ اي انا وياي ليت. ها 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 هلا بروح البس جاكيت، والله برد صدق. والله يا جماعه شفتوا هذا الحين، شوفوا الدخان، هذا دخان ترى والله مثل مال الفريزر. تعال زين ابو عايد، هذا البايب وين رايح؟ تعال نازلة قوية هنا. زين وين روح؟ شوف بس البرد عجيب. شوف والله ما تبى عايد وين ام الدين. شوف الوضع يا جماعة.
بس درجة البرودة عجيبة. ها مساد. ها. تعال شيء هني كبير حيل روعة. شوف كبرت هني كبرت. الله. شكراً للمناطق. سبحان الله. ردتنا وين؟ ردتنا يا جماعة. شوف. اي والله سبحان الله. الولد كبير لا إله إلا الله. راسي مشكلة تنزل حين الحين تصعد فوق بس براد شوف بس انت الحين بس معقول انت الحين بردان لابس كذي باللاعب والله برد والله 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 برد يمكن داخل يعني فيه الستة سبعة عشرة كذي هلا يا سلام يا سلام شوف ابو عايد كشتة اجنبية يقول كشتة اتيكيت يقول اليوم ايش يقول الشرط انك شلون تقعد الحمد لله اي تقعد على جنب يقول يعني اليوم الله 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 ايش هالحركات هذه ابو عايد هذا من متى ابو عايد شفت والله ابو عايد انا عبالي بس عندك موجه واحده طلع في اكثر من موجه لا 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 اي والله عين خير عين خير ما شاء الله ما شاء الله شوف 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 والله محمد ابو نايف والله دعايه هذه ولا بالالاف شوف شوف وين وين هني هني بوسط الجبال طالع بعيد جايب فرضتك زين بعيد متى جايبها شلون جايب الكلينكسات ما لا احد يسال من لينا شفتينا ايه من لينا والله يوم محمد جاب لنا فواكه محمد اسمع اسمع يوم شنو ابو عايد ابو عايد تبي اكتب اسمك على القلب يا ابو عايد ابو عايد تكفى هذه كشته شنو ايش هالكشخه هذه طالع 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 الشموع كهف ابو حقريه اوه شوف 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 حركات ابو عايد طالع طالع نوتيلا خوخه ليمونه رقي طاوله لازم نستغل اوه هذه ها لها مشروع الحين هذا بعد الحين هذه لها مشروع من ستاربكس بعد نشتغل شو اسمه كبير كبير ابو عايد كبير استريح استريح اليوم كراسي حركات شفت طبعا رقي بشوكه مع العسل والحين شوف فقره الله 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 يا ابو عايد طبعا شكل الكشته كلها ابو عايد عشان هالفعاليه هذه ها يلا يلا شباب شيل الاغراض مشينا يلا يلا اوه بس كذي اخلط زياده زين لا مثل مرقه الشعر ايه علاتها كذي مرقه الدمار زين المفروض شاخلين الحبوب طالعين الحبوب ما عندنا مشخه مو لازم ها نسينا المشخه والعيار معروف ترس هذا حق الله حركات اليوم اليوم كشخه 5 ستار كشته كشته 5 ستار من الوكاله يا جماعه يا سلام يا سلام يا ها ما شحنتها على شحن الوكاله ها على هذه والله تصلح هني كله توت حط وياه بس بيه هو هذه فكرتها حقه روح جيب لنا توت يلا انا اجيب لك الضفه الثانيه الضفه الغربيه يا سلام يا سلام يا سلام بعد حمد والله بعايد حركات سلام يا سلام يا سلام تراها حركات ايوه الموضوع موضوع تطور الموضوع تطور رقي ونتلا رقي ونتلا عسل ما ينفع الحين 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 اسوي لك والله العظيم احنا قلنا رقي وعسل عسل الحين نوتيلا ورقي ها نبي رايك بعايد تحياتي بعايد هذه الكشته هذه الكشته لازم لها اسم الحين 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 نبي لها عنوان احنا محمد الحين مو الفراوله يحطون معاه نوتيلا لا هذيك الفراوله يحطون معاه حليب فانيلا انزين صح ولا لا ما ادري والله الرقي نحط معاه نوتيلا والله كمان هو قال لا هو الرقي قالت لا الرقيه قالت لا ما قالت لا بس ابو عايد اليوم حتى بالكشة هذه حتى اسلوبك تغير لا صدق ايه خلصت فقره يا جماعه بس ما فرش الفقره الاولى شلناها الحين الفقره الثانيه شوف الفقره الثانيه شاي وحركات حركات سلام يعني فقره الرقي او عصير الرق انتهت خلصنا من منك احنا ما كنا ما في رقي ما في حطب لكم وقلت يلا يلا على اساس انه يكون هنا يعني حطب شب شب عز الله كشته غريب عجيبه شلون الحين الجو صراحه دفى تحت داخل هذا شيء عجيب والله كانك قاعد عند فريزر
والآن مع الدوانية المسائية خلاص. بس والله اليوم كشتنا كشتة كشخة على قولة أبو عايد، كشتة إنجليز اللي يقعدون على طاولة ويأكلون بشوكة، يأكلون رقب بشوكة، لا وعصير رقب صحيح. أحلى منطقتين أخذ منها هذيك المنطقة مرة الحين الحاشية في عقبها سلوى وعفي كلها مليجة صرار الحامة يا ولد مرعى عليه أبو سعود مرعى.